بك أيمن. والآن مشاهدينا الكرام نتحول لموجز لأهم وآخر الأنباء، ونبدأ هذا الموجز الإخباري بخبر عاجل، حيث أعلن الجيش الأمريكي شنه غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش في مدينة مصراتة الليبية. والآن في مدينة شرم الشيخ تستضيف المدينة اليوم مؤتمرا صحفيا لوزراء الاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والخارجية للإعلان عن تفاصيل منتدى إفريقيا 2016 الذي تنظمه مصر بالتعاون مع منظمة الكوميسا، ويفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا. هذا فيما أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر النصر عن توفير منحة من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 650 ألف دولار لدعم المنتدى الذي يجمع قيادات إفريقية ورجال أعمال لبحث سبل التعاون بين الدول الإفريقية والتباحث بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة. عاد الهدوء إلى محيط مديرية أمن القاهرة بعد احتجاج المئات من أهالي سائق قتله أمين الشرطة بالرصاص. وقالت الداخلية إن أمين الشرطة قتل السائق بسبب خلاف على قيمة نقل بضاعة، مضيفة أن أنصار المجني عليه أصابوا الأمين بكسور وجروح ونزيف داخلي، ما استدعى نقله إلى مستشفى والتحفظ عليه وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وختمت الداخلية بأنها استدعت أهل القتيل وأطلعتهم على ما اتخذ من إجراءات بحق المتهم. في السادسة من مساء اليوم تستقبل الكنيسة البطرسية بالعباسية المعزين في الراحل بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة. ونعيا غالي أشاد الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بمساهمته في مجال حفظ السلام، مضيفا أنه كان صوتا للدول الأقل قوة في العالم. وأقامت الأمم المتحدة أمس مراسم تأبين وتكريما لغالي، ونكست الأعلام فوق مقراتها. تطلق وزارة الصحة الأحد المقبل حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر 4 أيام. الحملة تهدف إلى تطعيم قرابة 15,533,000 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وذلك لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين. أعلن وزير النقل سعد الجيوشي توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد شركات إسبانية لتنفيذ مشروع قطار فائق السرعة بمراحله الثلاث، وهي الإسكندرية القاهرة والقاهرة أسوان والغردقة الأقصر. الوزير أضاف أن وفدا من الاتحاد الإسباني وصل القاهرة للاتفاق على التفاصيل الفنية وشروط التمويل والجدول الزمني للتنفيذ، مضيفا أن المشروع يأتي ضمن خطة استراتيجية بقيمة 450 مليار جنيه. وإلى جنوب شرقي تركيا، حيث أعلن الجيش التركي مقتل جنديين وضابط شرطة في هجوم نفذه مسلحون من حزب العمال الكردستاني بمدينة ديار بكر. هذا فيما قصفت المدفعية التركية بوتيرة هي الأشرس مناطق يسيطر عليها المسلحون الأكراد السوريون قرب مدينة أعزاز شمالي سوريا، مما أسقط جرحى. وفي تصاعد للتوتر بين أنقرة وواشنطن، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الولايات المتحدة إلى قطع علاقتها بالمسلحين الأكراد في سوريا. تشاوش أوغلو قال إن اللجوء إلى جماعات إرهابية كوحدات حماية الشعب الكردية في محاربة داعش بسوريا هو دليل ضعف، وحملت تركيا حزب الاتحاد الكردي السوري المسؤولية عن مقتل 28 شخصا في تفجير بأنقرة الأربعاء، وهو ما نفاه الحزب. وفي الشأن السوري، قال دبلوماسيون إن مسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة وروسيا عقدوا محادثة بجنيف قبل اجتماع للأمم المتحدة اليوم بهدف محاولة وقف القتال بسوريا. الدبلوماسيون أضافوا أن الاجتماع الثنائي الذي لم يعلن عنه مسبقا هدف إلى تضييق الهوة بين مواقف البلدين، حيث تدعم واشنطن المعارضة السورية
بينما تدعم موسكو النظام السوري. وإلى مدينة القدس المحتلة، حيث قتلت قوات الاحتلال بالرصاص شابا فلسطينيا بدعوى طعنه جنديين ما أصابهما بجروح طفيفة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود أن قوات الاحتلال أطلقت عدة رصاصات تجاه الشاب الفلسطيني وتركته ينزف بمكانه حتى الموت دون السماح بتقديم العلاج له. وفي بروكسل يخوض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مفاوضات شاقة مع شركائه بالاتحاد الأوروبي بشأن شروط بلاده للإبقاء أو للبقاء في الاتحاد. ورجح دبلوماسيون إمكانية التوصل لاتفاق بحلول نهاية القمة اليوم، بما يسمح لكاميرون بتدشين حملة للبقاء في الاتحاد خلال استفتاء يجرى في يونيو. لكن دبلوماسيين آخرين قالوا أن القضايا العالقة يتعذر حلها، ما قد يستغرق معه الأمر وقتا أطول. إلى الولايات المتحدة، حيث حاول الديمقراطيان بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون استمالة الناخبين من أصول لاتينية على أمل الفوز بترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل. وخلال لقاءين منفصلين، تعهد ساندرز بالعمل مع الكونغرس على تبني قانون شامل لإصلاح نظام الهجرة، بينما قالت كلينتون إنها ستتبنى قانونا يتيح للمهاجرين غير الشرعيين البقاء من 3 إلى 10 سنوات قبل ترحيلهم. تتم الموجز الاخباري مشاهدينا الكرام، الان فاصل قصير ونعود لاستكمال فقرات برنامج احداث النهار.